ما أكثر الآيات التي نمر عليها ونحن غافلون عنها وعن عظمتها ودلالاتها ومعجزاتها؟ وما أكثر الحقائق العلمية التي اكتشفها العلماء وقد جاء الحديث عنها في القرآن بكل دقة وبيان؟ فقد طرح القرآن العديد من الأسئلة على أولئك المشككين، وذكرهم بنعمة الله وأنه هو الذي سخر لهم هذه النعم. ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه آية عظيمة تسأل هؤلاء المعرضين الذين جحدوا بنعمة الله: من الذي جعل لهم الأرض قرارا أي مكانا يستقرون فيه؟ ومن الذي خلق هذه الأنهار؟ ومن الذي خلق الجبال؟ ومن الذي جعل البرزخ بين البحار؟ والحقيقة أن كل هذه الحقائق العلمية لم تكن مكتشفة زمن نزول القرآن، وعلى الرغم من ذلك أمر الله هؤلاء أن يفكروا فيها ليدركوا الأسرار الخفية وراءها. فالإنسان يعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين وهو لا يحس بأي فوضى أو عدم استقرار، ولا يدرك نعمة وقيمة، أن تكون الأرض مكانا يستقر عليه ولا تضطرب حياته فيها. ولكن ما معنى ذلك؟ ماذا لو؟ يقول العلماء إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي جاء تصميمه مناسبا تماما للحياة المريحة والمستقرة. وحجم الأرض وكتلتها وبعدها عن الشمس وسرعة دورانها حول نفسها وحول الشمس مناسبة جدا للحياة. ولو أن حجم الأرض أو كتلتها أو بعدها عن الشمس أو سرعة دورانها كانت أكبر بقليل أو أصغر بقليل لاختلت الحياة على ظهرها. إن الذي يتأمل موقع الأرض داخل المنظومة الشمسية يلاحظ أن الله تبارك وتعالى هي هذه الأرض لتكون صالحة للحياة بعكس بقية الكواكب. وهذه نعمة من نعم المولى يجب أن نشكره عليها. ولكن هناك أمر مهم جدا، لولاه لا يمكن لنا أن نستقر على هذه الأرض، وهو الجاذبية الأرضية. وكوكب الأرض يمتاز بجاذبية محددة مناسبة للحياة المستقرة. ولو كانت جاذبية الأرض أقل مما هي عليه مثل القمر، فإن الإنسان سيطير في الهواء عندما يبذل أي جهد. ولو كانت الجاذبية أكبر مما هي عليه مثل المشتري، لالتصق الإنسان بالأرض ولم يعد قادرا على الحركة. ماذا يسبب انعدام الوزن؟ إنها قوة سخرها الله لجميع الأجسام في الكون لتتجاذب. فالأرض تشدنا نحو مركزها بفعل قوة جاذبيتها، ولذلك فإننا نشعر بالاستقرار على ظهرها، وبالتالي فهي قرار لنا. لو كنا على سطح القمر مثلا، فإن وزن أحدنا سيكون أقل مما هو عليه على الأرض بست مرات، أي أن الرجل الذي يزن على الأرض 90 كيلوغرام سيكون وزنه على القمر 15 كيلوغرام فقط. ولا نشعر بنعمة الجاذبية إلا عندما نغادر الأرض، وهذا ما يشكو منه رواد الفضاء، حيث يقول العلماء الذين صعدوا إلى الفضاء الخارجي وعاشوا حالة انعدام الوزن أو انعدام الجاذبية أو انعدام الاستقرار على الأرض: أولا، إننا نعاني من أمراض كثيرة مثل الغثيان وصعود الدم للأعلى في الجسد بدلا من الأسفل، وبالتالي انتفاخ الوجه. أما العظام فتفقد جزءا من الكالسيوم، وبالتالي فإن الذي يعيش في الفضاء يصاب بنخر العظام، بل يفقد من كتلة عظامه كل سنة أكثر من 20%. ثانيا، بنتيجة عدم الاستقرار وغياب الجاذبية، فإن الدورة الدموية ستضطرب وتتشكل حصيات في الكلية، سوف تضمر العضلات ويتباطأ تقلص الأمعاء مما يعيق هضم الطعام، سوف يرتفع لديه ضغط الدم ويتسرع قلبه مما يسبب له مشاكل في نظام عمل القلب تبقى لمدة أشهر حتى بعد عودته إلى الأرض. ثالثا، سوف يختلف إيقاع الجسم الطبيعي بسبب فقدان طلوع الشمس وغروبها، فالظلام يخيم على كل شيء في الفضاء،
وبالتالي سوف تختل دورة الجسم ونظامه ولا يعود قادرا على فعل شيء، كما أن الأشعة الكونية القاتلة سوف تؤثر عليه وتسبب أذى لجهازه العصبي، وقد يصاب بأورام خبيثة نتيجة هذه الإشعاعات. رابعا، يعاني من يفقد الجاذبية ويعيش في الفضاء من قلة النوم، لأن فقد الجاذبية التي تجعل رأسه مستقرا على الفراش أثناء النوم فهو يحس أنه يسبح في سائل ما، ولذلك لا يتمكن من النوم إلا بصعوبة، وسوف يضعف لديه نظام المناعة، وهذا يمكن أي فيروس من السيطرة على جسده، ومن المحتمل أن يصاب بأي مرض بما في ذلك السرطان. خامسا، سوف تحدث اضطرابات عديدة في القلب لأنه سيعمل أكثر، فالجاذبية الأرضية تساعد القلب على ضخ الدم، وعند غياب الجاذبية فإن القلب سيبذل جهدا أكبر مما يضعف القلب. مشاعر رواد الفضاء. ولذلك فإن رواد الفضاء عندما يعودون إلى الأرض يحسون وكأنهم عادوا إلى بيتهم، ولذلك فإن الله تعالى وصف لنا هذا الإحساس عندما وصف الأرض بأنها كالمهدي بالنسبة للإنسان، والمهد هو السرير الذي ينام الطفل فيه ويستقر. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وقال أيضا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وقال أيضا: ألم نجعل الأرض مهادا. ويؤكد العلماء في أقوالهم بأن الإنسان لا يستطيع الذهاب بعيدا في الفضاء بسبب الخطر الناجم عن الأشعة الكونية الخطيرة والتي تخترق أي جسم وتصل إلى أعماق الخلايا عند الإنسان، وبالتالي فإن الموت سيكون المصير الطبيعي لمن يحاول الابتعاد عن الأرض كثيرا. وربما نتذكر في هذا الموقف قول الحق تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول العلماء إن الإنسان بمجرد خروجه خارج نطاق الجاذبية الأرضية يصاب بأمراض الفضاء على الفور، وأول ما يصاب لديه حاسة البصر التي تختل ويرى الأشياء من حوله وكأنها تدور، ويشعر كأنه في حالة سكر أو تخدير، بل إنه يتخيل أشياء ليست حقيقية وكأنه مسحور بالفعل. اضطرابات الرؤية. إن أول اضطراب يصاب به رائد الفضاء هو اضطراب بصري، حيث تختل الإشارات الصادرة عن العين وتختلط مع الإشارات السمعية، وبالتالي فإن رائد الفضاء وبسبب فقدان التوازن في حاسة الرؤية يشعر بأن بصره قد أصابه التشويش ويفقد التنسيق بين الأذن والعين، وفي هذه الحالة تشبه حالة إنسان شرب الخمر وفقد التوازن واضطربت حاسة الرؤية لديه. ولذلك وصف لنا رب العزة تبارك وتعالى حال من يخرج خارج الأرض باتجاه السماء بأنه يحس بحالة أشبه بالسكر أو السحر بسبب هذه التغيرات الغريبة التي تحصل له. يقول تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهنا نجد تفسيرا لطيفا لابن كثير حيث يقول: سكرت أبصارنا، وقال ابن زيد: السكران الذي لا يعقل. عندما نغادر الغلاف الجوي نرى ظلاما دامسا ونحس وكأن بصرنا قد أغلق تماما، وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا. فقد وصف لنا القرآن بدقة مذهلة ما يراه رائد الفضاء قبل 14 قرنا. نتائج علمية جديدة. تقول الدكتورة كاثلين كولين من المعهد الطبي لأبحاث الفضاء وتفسر ما يحدث لرائد الفضاء عندما يخرج من نطاق الجاذبية الأرض، تقول: إننا ندرك العالم من حولنا من خلال دمج المعلومات السمعية والبصرية، وتحدث المشكلة عندما يحدث تعارض بين السمع والبصر يدعى التضارب الحسي، والذي يسبب الغثيان أو مرض الفضاء.
وتتابع قولها إن الأعراض التي يحس بها رائد الفضاء هي نفسها التي يعاني منها من إفراط في شرب المسكرات، لأن شرب الخمر يؤدي إلى فقدان التنسيق بين حاسة البصر وحاسة السمع، وبالتالي يشعر رائد الفضاء وكأنه سكران. وأخيراً، هل أدركنا بعد هذه الحقائق أهمية الجاذبية وأهمية أن نكون مستقرين على سطح الأرض؟ هل ازددنا فهماً لمعنى قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين؟ وهل أدركنا أن الأرض هي فعلاً بيت ومهد لنا؟ كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. إنها نعم كثيرة أنعمها الله علينا، فكل ما يطلبه هذا الإنسان يحققه له المولى عز وجل. ونلاحظ كيف أن البشر كلما حاولوا اختراع شيء يسره الله لهم حاولوا الصعود إلى الفضاء وحقق لهم الله هذا الأمر، وغير ذلك كثير. ولكن الإنسان يظلم نفسه عندما يجحد بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك يقول تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم.